تفسير رؤية الخيمة في المنام. رؤية الخيمة في المنام تدل على الترحال والتنقل من مكان لآخر، كما تدل على مكان لقبر شهيد أولي من أولياء الله الصالحين. وفي كثير من الأوقات تعتبر رؤية الخيمة في المنام تدل على الزوجة وتدل على الدار. كثرة الخيام في المنام خير ويدل على الغيوم واقتراب المطر، وهي فأل حسن لمن كان مريضا أو مهموم. تابعوا معنا. تفسير رؤية الخيمة في المنام لابن سيرين. يدل رؤية الخيمة في المنام سفر للتاجر، كما قيل أنها تدل على إصابة امرأة حسناء لقوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. من رأى أن خيمة ضربت عليه فإن كان سلطان يديد سلطانا ويديد نافذة، إن كان تاجرا فإنه سينال الخير والشرف والسفر وامرأة حسناء. إن كان الرأي رأى خيمة بيضاء فإنه رجل ينهي عن المنكر ويأمر بالمعروف ويتوب عن المعاصي والذنوب. الخيام البيضاء هي قبور الشهداء والصالحين، والخضر منها أيضا. إن الخيمة في منام الرجل بشكل عام تعني المرأة الحسناء، وفي منام المرأة هي أمان لها. تفسير رؤية الخيمة في المنام لابن شاهين. من رأى نفسه في المنام ينصب خيمة أو تنصب له الخيمة وجلس بداخلها فإنه من أصحاب السلطة وينال المال والولاية. من رأى خيمة تشتعل من حولها النار ولم يصبها من النار سوء، فإنها تدل على رجل مذنب يتوب عن ذنبه ويسعى للمعروف. الخيمة أحيانا تدل على الهم والغم، وخاصة إذا كانت داكنة اللون وسوداء فإنها تدل على الحزن. إذا ظهرت في الحلم وهي ممزقة وبالية فإنها تدل على الخسارة، وإن عرف صاحبها فالتأويل تعود على صاحب الخيمة. رؤية الخيمة في المنام وفق تفسير الظاهري. الخيمة في المنام تعني المأوى، فمن كان أعزب ورأى في المنام أنه يسكن خيمة فإنه يدل على استقراره وزواجه من زوجة صالحة. ومن كان مسافر ورأى في حلمه أنه يأوي إلى خيمة فإنه بإذن الله سيشهد استقرار وينال منفعة قريبة. كما أن الخيمة في منام السجين سراح له وعلامة على انقضاء الحبس والخروج منه. تفسير رؤية الخيمة في المنام للنابلسي. رؤية الخيمة في المنام بالنسبة للنابلسي، فهو يرى أيضا أن الخيمة هي فأل حسن لمن كان مهموما أو مريضا. إن الخيمة في المنام ترمز إلى الدار، وكثرتها تدل على الغيم واقتراب المطر، وتشير الخيمة إلى الترحال. قيل أن من يرى في منامه القمر في خيمته فإنه يعشق ابنة الحاكم أو المالك أو السلطان. كما قيل أن القمر في الخيمة يدل على المال من جهة النساء، لأن القمر في المنام يشير إلى الدينار والخيمة ترمز إلى المرأة. رؤية الخيمة في المنام للعزباء. رؤية الخيمة في المنام للعزباء تدل على البيت، فهي رمز للحماية ما دامت منصوبة. رؤية الخيمة في منام العزباء تدل إلى الاستقرار النفسي والعاطفي، فإذا رأت أنها تسكن في خيمة مع من تحب فلعل الحلم يبشرها بالزواج من حبيبها. رؤية الخيمة في منام المتزوجة. رؤية الخيمة في منام المتزوجة تدل على البيت، كما أن أعمدة البيت تدل على الأولاد والغطاء يرمز إلى الزوج. كما أن الخيمة الواسعة في الحلم تدل على الرزق الواسع، وإن كانت الخيمة مشدودة فإنه يدل على الوضع الأسري المستقر. رؤية الخيمة في المنام للحامل. أما رؤية الحامل أنها تضع مولودها في خيمة، فإن ولدها سيصبح ذا شأن عظيم في المستقبل، ولعله يصبح من ذوي السلطة.